بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. شهدنا على الوادي أن نكون معكم في اللقاء الثاني من مادة القانون الجنائي مع التعمق لأستاذنا الدكتور أشرف توفيق شمس الدين. من المقرر الدراسي الجريمة الجنائية الإلكتروني دراسة مقررة. وفي اللقاء السابق تكلمنا عن ماهية الجريمة الإلكتروني وكيفية الحصول على الجريمة الإلكتروني ومصادر الجريمة الإلكتروني. تمام، ان احنا بنقسم الفيلم الاول دوت لثلاث فصول. الفصل الاول اللي هو مدينه الالكترون ومصادره اللي احنا اتكلمنا عنه، والفصل الثاني موضوع الالكتروني واتكلمنا عنه مره ثانيه برضه في الفصل الاول، والنهارده هنتكلم عن ضوابط اثبات الالكترون. ولكن بقى قبل ما نتكلم عن ضوابط اثبات الالكتروني، هنبدا بقى يعني نتكلم يعني بعض المعلومات العامه كده عن التحصل على الدليل الالكتروني. وقلنا ان لازم الدليل الالكتروني يتحصل عنه بطريقه مشروعه، هو ده الاساس عندنا، يا اما عن طريق الحصول على الدليل بامر قضائي او الحصول على الدليل بامر قضائي. تمام، فلا بد ان نحصل على الدليل الالكتروني بامر قضائي في بعض النظم. في عندنا برضه بعض النظم زي نظام اثبات الحر ونظام الاثبات المقيد. نظام الاثبات الحر هو من بعض النظم المطبقه في الدول اللاتينيه زي المانيا وفرنسا ومصر. وده اللي احنا هنشوفه النهارده ان شاء الله باذن الله. وفي برضه عندنا بعض النظم زي نظام الاثبات المقيد ده، زي النظام المتبع في الولايات المتحده الامريكيه. تمام؟ وهنتكلم بقى عن ضوابط الاثبات بالدليل الالكتروني. زي ما احنا عارفين طبعا ان انا يعني عايزه اشحن السماعه على ال الكتاب كله بيدور حوالين محور واحد، وهو اللي بيدور حواليه الكتاب على اساس ان احنا بنتكلم عن مدى حضوريه الدليل الالكتروني في الاثبات زي ما احنا قلنا، وهنتكلم عن ضوابط قبول الادله الالكترونيه في الاثبات. فعندنا من بعض الضوابط اللي هنتكلم عنها النهارده في نظام الاثبات الحر ونظام الاثبات المقيد. وهنتكلم عن ضوابط اثبات بالدليل الالكتروني. زي ما احنا عارفين طبعا ان الاثبات بالدليل الالكتروني طبعا بيشمل كافه الجرائم زي ما احنا عارفين، ولكن برضه بيجوز ان انا اثبت برضه بدون لجوء الى اهل الخبره اللي هم اصحاب الادله الجنائيه، اللي هم المتخصصين في معرفه الدليل الالكتروني والبيانات والمعلومات الالكترونيه. وزي ما احنا عارفين ان يعني بعض النظم التشريعيه كانت بتوجب اللجوء الى اهل الخبره الفنيه اللي هم الادله الجنائيه، اللي هم شغالين في الادله الجنائيه الالكترونيه على وجه الخصوص يعني. تمام؟ وزي ما احنا عارفين طبعا ان بعض اعمال الخبراء دول بيعترضهم برضه بعض الصعوبات اللي بتاثر على الدليل الالكتروني، وازاي ان هم يحصلوا على الدليل الالكتروني. وبرضه لابد ان احنا يجب ان نتوافر برضه يعني ضوابط لقبول الدليل الالكتروني في الاثبات الجنائي. تمام؟ فعندنا الصعوبات اللي بتعترض الحصول على الدليل الالكتروني، وهنتكلم النهارده برضه عن ضوابط قبول الدليل الالكتروني في الاثبات الجنائي بصفه عامه. تمام؟ وزي ما احنا عارفين ان الدليل لابد ان تتوافر فيه القدره والمصداقيه في الاثبات عشان يكون دليل امام القاضي الجنائي وامام جهات التحقيق في الوقائع اللي بيتم فيها التحقيق من خلال النيابات العامه والقضاء الجنائي. تمام؟ وهنتكلم بقى عن جواز الاثبات بالدليل الالكتروني في كافه الجرائم. زي ما احنا عارفين الدليل الالكتروني ما بيقتصرش على اثبات الجرائم الالكترونيه بس. كان في مقوله بتقول ان الدليل الرقمي او الدليل الالكتروني بصفه عامه، يعني لان طبعا زي ما احنا قلنا الدليل الرقمي دوت هو التعبير الصحيح عن الدليل الالكتروني. وكان في مقوله بتقول ان الدليل الرقمي بيقتصر على اثبات الجرائم الالكترونيه. طبعا الكلام ده مش صحيح طبعا، لان انا ممكن استخدم الدليل الالكتروني او الدليل الرقمي في اثبات الجرائم التقليديه او الجرائم العاديه زي ما احنا عارفين. تمام؟ وزي ما احنا قلنا برضو ان يعني يمكن قبول الدليل الالكتروني طبعا في اثبات الجرائم التقليديه زي ما قلنا قبل كده، زي جريمه الرشوه او التخابر او النصب. يعني زي مثلا مجرم معلوماتي قام باستعمال الطرق الاحتياليه للتحصل على اموال شخص من الغير اللي هو المجني عليه او الضحيه، فانا بالطريقه ديت انا دي جريمه تقليديه. يعني واحد ينصب على واحد عن طريق الكمبيوتر او عن طريق التليفون او يبعت له رساله نصب او يتحد صفه شخص معين عشان يتحصل منه على نقود او معلومات حتى كمان،
ففي الحاله دي بتعتبر دي جريمه تقليديه، فانا اقدر اتحصل عليها من خلال استخدام الجرائد الالكترونيه، وبيعتبر الدليل هنا يجب قبول يعني امام القاضي الجنائي او سلطات التحقيق ومنها النيابات العامه لتشريعات المقامه او التشريع المصري على وجه الخصوص. وزي ما احنا قلنا ان هو بيجوز اثبات يعني موظف عام مثلا طلب رشوه عن طريق مثلا رساله بعتها للمجني عليها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي الفيسبوك او الواتساب او تويتر. ففي الحاله دي انا اقدر اثبت برضه جريمه الرشوه دي عن طريق الرساله اللي هي ارسلها الشخص المرتشي دول الى المجني عليه او ويقوم بالتحصل على مبلغ مالي من الرشوه. وفي الحاله دي بعتبر ان الدليل الالكتروني هنا دليل قوي لاثبات الجرائم التقليديه او الجرائم العاديه. وفي الحاله دي طبعا يمكن ان تكون الرساله دي سواء كانت بقى مكتوبه او مسموعه، يعني ممكن يسجل رساله صوتيه. وفي الحاله دي بعتبر الرساله المكتوبه او الرساله الصوتيه دي دليل من ادله الاثبات الالكترونيه ان انا ممكن اعتدي بيها في اثبات الجريمه العاديه زي ما احنا قلنا. تمام؟ ويعني في عندنا كان برضو بعض التعبيرات اللي اطلقت على الجرائم الالكترونيه سميت بجرائم تقنيه المعلومات، زي القانون 175/2018 لما اتكلم عن متابعه جرائم تقنيه المعلومات، وكان يسمى القانون 175/2018 اللي هو قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات. زي ما احنا قلنا ان ممكن نستخدم ايه الدليل التقليدي او الدليل العادي لاثبات، فانا ممكن برضه في الحاله دي في بعض الحالات اذا قام شخص مثلا معين او اللي هو المجرم المعلوماتي بانتحال موقع معين على شبكه المعلومات العنكبوتيه، ومثلا او قام مثلا بسرقه او قام بادخال بعض البيانات غير الصحيحه وحصل على معلومات او على نقود من المجني عليه او التحرير. تمام؟ وان انا بقول ان يعني اقدر ان انا اثبت الدليل الرقمي او الدليل الالكتروني بصفه عامه، لان طبعا الدليل الرقمي دوت هو الدليل السهل التعبير عن الدليل الالكتروني او الجريمه الالكترونيه. تمام؟ زي ما احنا قلنا مثلا لو الجاني طبعا او المجرم المعلوماتي يعني ارسل رساله او كتب تعليق مثلا على صفحه الفيسبوك مثلا المجني عليه ويعني وقام بارساله للمجني، ففي الحاله دي طبعا يعتبر جريمه من الجرائم الالكترونيه، ودي صوره يجوز اثباتها بالوسائل التقليديه على الرغم انها جريمه يعني جريمه يعني بنسميها جريمه الكترونيه او جريمه من جرائم تقنيه المعلومات. تمام؟ ففي الحاله دي القانون اجاز ان انا استخدم الدليل الالكتروني او الدليل الرقمي في اثبات بعض القوائم التقليديه، وفي نفس الوقت برضه اقدر استخدم بعض الوسائل او الطرق التقليديه في اثبات الجريمه التقليديه. تمام؟ وزي ما احنا قلنا في وجود صله بين اغلب القوائم اللي هي الجرائم الالكترونيه والاجهزه الالكترونيه، زي ما احنا قلنا طبعا مع التطور السريع للاجهزه الرقميه. تمام؟ وكان عندنا برضه معظم الجرائم المختلفه اللي بنشوفها طبعا عن طريق استخدام الكمبيوتر واستخدام الانترنت. تمام؟ زي ما احنا قلنا بعض البيانات الرقميه بتبقى مخزنه في جهاز الكمبيوتر او الجهاز الالكتروني، سواء بقى هو الجهاز اللي هو التليفون المحمول بتاع حضرتك او جهاز الكمبيوتر الالي، سواء كان ده كمبيوتر مكتبي او لابتوب. وان الغرض طبعا المجرم المعلوماتي يقوم به هو ارتكاب بعض الجرائم عن طريق جهاز التليفون المحمول او عن طريق جهاز الكمبيوتر باستخدام شبكه المعلومات العنكبوتيه، ويكون في الاتصال ويكون الدليل الالكتروني طبعا له صله بالجريمه اللي قام بها المجرم المعلوماتي عن طريق استخدام جهاز الكمبيوتر العادي او اللابتوب او اللي هو الجهاز الكمبيوتر اللي هو الرقمي او الهاتف المحمول، ايا كانت وسيله استخدام الجريمه الالكترونيه اللي تكون بها المجرم المعلوماتي. ويعتبر هنا زي ما احنا قلنا يعني تعبير الكمبيوتر ده يعني بيبقى له يعني مدى متسع ان هو بيشمل كافه الاجهزه الرقميه زي ما احنا قلنا زي اجهزه الهاتف المحمول او اللابتوب او التابلت او الجهاز الهاتف النقال. تمام؟ وفي عندنا نقطه اساسيه ومهمه جدا ان هي مدى جواز الاثبات بغير الاستعانه بخبير. يعني لا ممكن اثبت الجريمه الالكترونيه دي ايا ما كانت بقى
الجريمه اللي قام بها المجرم المعلومات، سواء كانت عن طريق استخدام الهاتف المحمول او عن طريق استخدام الكمبيوتر العادي او اللابتوب او التابلت. فعندنا طبعا من المتفق عليه طبعا اذا كانت المساله المعروضه على القاضي الجنائي يعني تتسم بطبع فني، ففي الحاله دي اننا يجب الجا لخبير فني متخصص زي اللي هم شغالين في الادله الجنائيه الالكترونيه. في عندنا قسم الادله الجنائيه في مديريه الامن متخصص في فحص بعض الضرائب الالكترونيه، وهو يعني في الحاله دي هو المختص بوضع كتابه التقرير في الوقائع المعروضه عليه، ويكون التقرير دوت يعني له بعض الصفات ان هو يجب على الشخص القائم بكتابه التقرير دوت ان هو بيكون معتمد من جهات معينه، ويكون التقرير دوت سليم من الناحيه الفنيه بكتابه برضه محضر نقد بيثبت فيه الشخص القائم بالاعمال الجنائيه متى تم القبض على الشخص، وامتى تم الدخول لمكان القبض، وكيفيه التحصل على التقرير من الجهاز الكمبيوتر المكتبي او التليفون المحمول بصفه عامه، ويعني اذا كان الكمبيوتر سليم وكان الكمبيوتر متصل باجهزه اخرى او متصل بشبكه الانترنت او شبكه المعلومات العنكبوتيه، فبيثبت كل الادله والوقائع الماديه. وزي ما احنا قلنا ان المجرم المعلوماتي اذا قام باختراق بعض اجهزه الكمبيوتر وتحصل على معلومات، ففي الحاله دي بيتم الاعتداء على حقوق الملكيه الفكريه، ودي جريمه معاقب عليها دوليا. تمام؟ او سواء قام المجرم الجنائي او المجرم المعلوماتي بالتحصل على بعض الاموال من المجني عليه باستخدام طرق الكتابيه، فقيام المجرم المعلوماتي بالدخول الى جهاز الكمبيوتر المحمول والتحصل على المعلومات او استخدام الطرق الاحتياليه للحصول على النقود او المبالغ النقديه من التحليل او المبنى عليه. ففي الحاله دي بدخول المجرم المعلوماتي الى جهاز الكمبيوتر الخاص بالتحليه بيترك اثر مادي، وهو بعض الملفات اللي بيقوم جهاز الكمبيوتر العادي بتسجيل الوقت اللي دخل فيه المجرم المعلوماتي، ويقوم بحفظ تلك الملفات في الذاكره. وفي الحاله دي يمكن معرفه المجرم المعلوماتي ساعد دخول المجرم المعلوماتي لجهاز الكمبيوتر اللي هو تم اختراقه عن طريق هذا المجرم. وفي الحاله دي يتمكن من سلطان القبض والتحقيق من معرفه الكيان او المجرم المعلوماتي عن طريق اللي هو الاي بي الخاص بالجهاز اللي تم استخدامه في اختراق اجهزه التليفون المحمول او الكمبيوتر العادي او الكمبيوتر المكتبي. وفي الحاله دي بيترك اثر مادي زي ما احنا قلنا. زي ما احنا قلنا في اول الكتاب كده، زي ما احنا المره اللي فاتت زي ما احنا قلنا ان الجريمه الالكترونيه لما بنفرق بينها وبين الجريمه العاديه، قلنا ان الجريمه الالكترونيه ما تتركش اثر مادي، ولكن الجريمه العاديه بتترك اثر مادي زي ما احنا قلنا مثلا اذا تم مأمور الضبط القضائي بالقبض على شخص معين، سواء كان هذا الشخص يعني كان بحوزته سلاح او يقوم مثلا بتعاطي المواد المخدره، فيقوم بضبط السلاح المطلوب او يقوم بضبط الماده المخدره. وفي الحاله دي بيكون الدليل اللي هو الدليل العادي يبقى له اثر مادي زي ما احنا قلنا، ولكن الدليل الالكتروني ما بيكونش له اثر مادي. وان كنت اختلف مع الدكتور في هذه النقطه، الا وهي ان الدليل الالكتروني بيترك اثر مادي زي ما احنا قلنا، مش صغيرين كده، احنا قلنا ان المجرم بيتم اختراق جهاز الكمبيوتر العادي او التليفون المحمول، والكمبيوتر المخترق دوت المبنى عليه بيقوم بتسجيل البيانات اللي تم الدخول ووقت دخول الشخص المخترق اللي هو بيسموه هاكر. وفي الحاله دي اقدر اثبت ان الشخص اللي قام بالاعتداء على المعلومات او الاعتداء على البيانات للشخص اللي مجني عليه التحقيق. ففي الحاله دي انا بعتبر ان المجرم المعلوماتي بيطلب اثر مادي في الحاله دي اللي هي عن طريق الملفات اللي هي تم اثباتها عن طريق الكمبيوتر العادي او عن طريق التليفون المحمول. وفي الحاله دي بيطلب الدليل الالكتروني اثر مادي. ودي النقطة اللي كنت قصدت إن أنا أضيفها خلافا من الموجود في الكتاب يعني. تمام؟ وكان برضه بيصب بعض التساؤل عن مدى جواز إثبات الدليل الإلكتروني بدون لجوء لخبير. اتكلمنا قبل كده إن إحنا لازم نلجأ لخبير عن طريق القاضي الجنائي، دي بعض المسائل الفنية اللي يجب على المحكمة أن تلجأ لها لقسم الأدلة الجنائية.
ويقوم الخبير الفني بفحص الأجهزة وإثبات مدى اختراق هذا الجهاز بالعدد، تمام؟ ولكن برضه هل يجوز للمحكمة إن هي تعتمد بالدليل المقدم من شخص عادي؟ فإحنا قلنا إن هو يجب أن يتولى خبير فني تقييم الدليل، اللي هو الدليل الإلكتروني طبعًا، طبعًا. زي ما إحنا قلنا قبل كده طبعًا إن الدليل الإلكتروني يجب دايمًا إن أنا أستعين بخبير، تمام؟ وفي الحالة ديت يعني يجب إن أنا أجري فحص وتدقيق للبيانات والمعلومات اللي هي أساس الدليل، على أساس أثبت بقى إن مفيش تغيير أو تلف الأدلة اللي هي بيتم استخلاصها من جهاز الكمبيوتر العادي أو التليفون المحمول أي مكان المشاركة. وزي ما إحنا قلنا طبعًا الأدلة دي بتبقى مقبولة من القاضي الجنائي في حالة إن هو التحصل على الدليل الإلكتروني عن طريق الخبير الفني، تمام؟ وقلنا إن زي ما إحنا عارفين إن الدليل الإلكتروني طبعًا بتبقى مصادره متعددة وأسئلة متعددة زي ما إحنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، تمام؟ وإن الأجهزة طبعًا يعني بعد الثورة المعلوماتية بقت يعني مألوفة في حياة الإنسان ولا يمكن الاستغناء عنها، لأن طبعًا أنا بستخدم التليفون المحمول أو الكمبيوتر أو الهاتف أقل في وسائل الاتصال وتبادل المعلومات. أهم حاجة طبعًا عندنا إن الدليل دوت ما يبقاش فيه تعديل أو تحريف يعني. وكان لي صور برضه هل يجوز الأخذ الدليل الإلكتروني طبعًا على الرغم يعني إذا يعني شخص عادي قام بتقديم الدليل دوت ومش مقدم من خبير تاني، تمام؟ فكان عندنا زي ما إحنا قلنا بعض النظم المتعارف عليها دوليا زي نظام الاثبات الحر طبعا، وده نظام معمول به في الدول اللاتينيه زي ما احنا قلنا في مصر والمانيا وفرنسا على وجه الخصوص. فهنتكلم عن الاتجاه الحر في الاثبات اللي هو بيتكلم عن عدم التقيد بوجود خبير، يعني مش لازم ان انا الدليل الالكتروني دوت يكون مقدم من خبير، ممكن يكون مقدم من شخص عادي. زي ما احنا قلنا القضاء المقارن وخصوصا القضاء الانجليزي طبعا كان بيرى انه لا يلزم الاعتداد بالدليل الالكتروني ان يكون مقدم الخبير، وبعض القضايا اللي كانت معروضه على القضاء الانجليزي كان تم مثلا دفع عدم الاعتداد بالدليل المتحصل من الكمبيوتر اللي كان بيحتوي على قاعده بيانات من الاسطول الانجليزي، تمام؟ على اساس ان الجهاز ده ما كانش بيعمل بشكل منتظم يعني في الوقت اللي تم الحصول فيه على الدليل الالكتروني، تمام؟ وتم رفض الدفع دوت من القضاء الانجليزي على اساس ان هو ما يعتبرش قرينه على ان كان الجهاز المستخدم في تسجيل البيانات او قاعده البيانات دي ما كانش فيه عضو يعني، ولا على اساس، ولكن على اساس ان الشخص القائم بعمليه البحث ديت اللي هو الضابط نفسه ومأمور الضبط القضائي كان مؤهل لتقديم التقرير وكان دقيق في تقديم البيانات اللي هي اللازمه لاستخلاص الدليل الالكتروني من الجهاز اللي هو كان في قاعده البيانات في الاسطول الانجليزي، تمام؟ وفي واقعه ثانيه برضه كان اصرها القضاء الانجليزي طلع اجازه لمدير الفندق ان هو يقدم دليل من قاعده بيانات الفندق على اساس طبعا هو مش خبير يعني، ولكن طبعا كان بيشترط هنا على اساس وجود ضوابط يتطلبها المشرع الانجليزي ان يكون الجهاز الكمبيوتر يكون يعني بيعمل بشكل منتظم يعني في وقت التحصل على الدليل الالكتروني. ولكن طبعا القضاء الانجليزي طبعا ما قبلش الدفع الخاص ان المهندس المختص بالصيانه يعني في هذا المجال يعني هو المختص بتقديم الدليل الالكتروني. وبرضه القضاء الامريكي برضه ما اوجبش برضه ان يكون الدليل الالكتروني مقدم الخبير. نفس الفكره برضه كانت برضه بعض الوقائع اللي عرضت على القضاء الامريكي ذات نفسها واتقدم دليل كان عباره عن نسخه مطبوعه من سجل الهواتف في احد الفنادق، وكان برضه المتهم ذات نفسه كان بينازع ان الشخص القائم بتقديم الدليل او تم سؤاله في القضيه كشاهد يعني كان مدير الاتصالات، تمام؟ وهو ما كانش خبير متخصص يعني في استخلاص الدليل من بعض السجلات الخاصه بهواتف الفندق يعني على الدور. وفي الحاله دي يعني كان القضاء الامريكي طبعا كان بيفرق بين قوائم الكمبيوتر وقوائم قواعد البيانات والشفرات،
ولكن برضه المحكمه رفضت الدفع دوت على اساس ان هو مش متوافق في مساله اختصاص الشيء على جهاز الكمبيوتر بالدفع. تمام؟ على اساس برضه ان هي كانت مساله تتعلق جهاز الكمبيوتر دوت كان يعمل بشكل منتظم، ولكن طبعا في الحاله ديت كان ينقل عبء الاثبات الى سلطه الاتهام على اساس ان جهاز الكمبيوتر يعمل بشكل منتظم وما هوش مصاب، يعني ما فيهوش اي اعطال او اي اعطال يعني. تمام؟ وفي نفس الوقت برضه الفقه الامريكي برضه قايل وجهه النظر القضاء الانجليزي والامريكي، وكانوا بيجيزوا طبعا ان يكون البريد دوت الالكتروني يجوز تقديمه من شخص غير شخص كبير او مؤهل لاستخلاص الدليل من الاجهزه الالكترونيه. وطبعا كان على اساس طبعا ما فيش قاعده عامه يقدروا يقولوا ان مساله توثيق الدليل الالكتروني طبعا كانت شرط اساسي للقبول في الاثبات الجنائي، على اساس برضه ان الامر هنا بيبقى من اختصاص المحكمه اللي هي بترى مدى الاخذ بالدليل من عدم. تمام؟ على اساس برضه التوازن بين المخاطر الناتجه عن التوسع في الاختصاص مقابل الفائده الناتجه عن استخلاص الدليل الالكتروني من بعض الاجهزه الالكترونيه والاجهزه الرقميه. تمام؟ وعندنا في مصر كانت نص في اللائحه التنفيذيه لقانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات في الماده 9، وقالت لنا ان بيتم جمع الدليل الالكتروني واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفه مامور الضبط القضائي المخول لهم التعامل مع هذه النوعيه من الادله، او الخبراء او المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق او المحكمه، على ان يبين في محاضر الضبط او التقارير الفنيه نوع ومواصفات البرامج والادوات والاجهزه والمعدات اللي يتم استخدامها. تمام؟ وزي ما احنا قلنا ان اللائحه التنفيذيه ديت اجازت لمامور الضبط القضائي اللي هو المخول له التعامل مع الادله الالكترونيه جمع الدليل الرقمي واستخلاصه وحفظه. تمام؟ وكان في راي خاص باستاذ الدكتور اشرف توفيق شمس الدين بيقول ان هو يجوز التعويل على الدليل الالكتروني في الاثبات بدون خبير، يعني بيأيد وجهه النظر والقضاء الانجليزي والامريكي زي ما احنا قلنا، ولكن بشرط ان يكون الدليل ظاهر. ولكن طبعا الدليل طبعا ما كانش فيه يعني مصاب بعض او في تعديل في الدليل الالكتروني. تمام؟ واذا كان مثلا في حاله عدم وجود دليل ظاهر طبعا يجب اللجوء الى الخبره او الادله الجنائيه لمعرفه التحقق والصله بين الدليل والمتهم واجراء فحص للاجهزه المضبوطه. وطبعا كان الدكتور بيقول برضه من وجهه نظره ان اللائحه التنفيذيه لقانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات في الماده 9 ما هي محل نظر طبعا، لانها ضيق، لان كان في تضييق ملوش مبرر طبعا على اساس ان هو بيمنع غير مامور الضبط القضائي من سلطه جمع الادله، وبناء عليه بيؤدي لاستبعاد اطلاع مامور الضبط القضائي على اي رساله مثلا قام احد الاشخاص المتهمين ارسالها والاستماع الى او الاستماع لتسجيل صوتي يعني. تمام؟ وبيقول ان ده تمييز تحكمي من مامور الضبط القضائي، لان طبعا لم يحدد في الاساس هم منهم مامور الضبط القضائي مخول لهم التعامل مع الاجهزه الالكترونيه. تمام؟ وبناء عليه احنا كده خلصنا الجزء الخاص اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو جواز اثبات بالدليل الالكتروني في كافه الجرائم الالكترونيه، وهنتكلم عن صعوبات الحصول على الدليل الالكتروني. تمام؟ وزي ما احنا عارفين ان صعوبات الحصول على الدليل الالكتروني عباره عن 10 نقط، هنقولهم على السريع وهنرجع نفصل كل نقطه على حده. طبعا زي ما احنا عندنا الصعوبات اللي هي بتعترض الحصول على الدليل الالكتروني، اولا انتشار استعمال الاجهزه الرقميه واثره على الاسباب. ثانيا تعدد اماكن حفظ البيانات الرقميه. ثالثا صعوبات بتتعاطف بمصدر الدليل. رابعا التخزين في خوادم خارجيه. خامسا صعوبات متعلقه بالدليل المستخلص من شبكات المعلومات. سادسا التشفير. سابعا اخفاء المعلومات. ثامنا اخفاء البيانات في مساحه التخزين. تاسعا مسح البيانات المتبقيه. عاشرا بقى تعرض بيانات المبنى عليه او غير حسب النيه الخطر. هنتكلم بقى عن انتشار استعمال الاجهزه الرقميه واثره على الاسباب. زي ما انتم عارفين طبعا ان بعد دوس الثوره المعلوماتيه واستخدام الاجهزه الالكترونيه كان له اكبر اثر في حياه الفرد وحياه الدول على وجه الخصوص. تمام؟
وأدى استخدام بقى الأجهزة دي في الإثبات الجنائي، سواء بقى كان في التحقيق الجنائي أو في الدعاوى المدنية. زي ما احنا عارفين بقى في عندنا زيادة للجوء إلى الخبراء المتخصصين في الأدلة الجنائية الرقمية، زي ما احنا قلنا، على أساس إن أنا بحشر على دليل، والدليل دوت بيتم توثيقه عن طريق قسم الأدلة الجنائية الرقمية. تمام؟ وطبعا زي ما احنا عارفين طبعا ان كانت مصادر الدليل الالكتروني كانت بتثير تساؤلات قانونيه وفنيه من ناحيه القضاء او من ناحيه الخبراء الفنيين، على اساس برضه ان كان في صعوبات بتقع فيها او بتعترض الحصول على الدليل الالكتروني من خلال اجهزه التحقيق والقضاء الجنائي. تمام؟ على اساس برضه ان بعض الاعتبارات كانت اثارت اهميه كبيره من الصعوبات، طبعا زي ما احنا قلنا، طبعا على اساس ان الاجهزه اللي بيتم ضبطها ديت وكانت برضه بتحتوي على بيانات ومعلومات الكترونيه كانت بتفيد في التحقيق الجنائي، على اساس برضه ان في تزايد في عدد الدعاوى الجنائيه اللي بيتم فيها ضبط الاجهزه الالكترونيه، وكان في طبعا عندنا مشاكل كتيره منها زياده عدد وحدات التخزين اللي مطلوب من خبراء الادله الجنائيه الرقميه فحصها والقيام بالتحصل على الدليل الالكتروني وعمل التقارير الفنيه المتخصصه من خلال قسم خبراء الادله الجنائيه الرقميه. وبناء عليه طبعا كان بيتوقع من رجال الضبط والتحقيق ان هم يتم الحصول على الدليل الرقمي بسرعه، ولكن طبعا مع تزايد الادله الالكترونيه وتعدد مصادرها وكان في عندنا قضايا كتير طبعا لابد من الخبراء ان هم يكتبوا فيها تقارير، فادى ذلك الى بطء برضه القيام بعمل اهل الخبره، وكان بيؤدي الى التاخير في تقديم الدليل الفني الى المحاكمه الجنائيه، وكان برضه في نفس الوقت برضه بيأثر على اجراءات المحاكمه والاتهام، وبيؤدي الى عدم القدره على تقديم الدعاوى الجنائيه الى المحكمه الجنائيه، على اساس برضه ان الدليل برضه مش كافي، يعني ممكن ما اقدرش اقدم قضيه ناقصه للمحكمه الجنائيه بتؤدي في النهايه لبراءه المتهم، فيجب ان انا اقدم دليل قوي ودليل له اساس وله قيمه وقوه ثبوتيه امام القاضي الجنائي، علشان يتم برضه عقاب الجاني والتحصل المبني عليه على حقه القانوني والدستوري. تمام؟ وكان عندنا برضه في زي ما احنا قلنا النقطه الثانيه تعدد اماكن حفظ البيانات الرقميه للمحسن. زي ما احنا قلنا كان في عندنا طرق لحفظ البيانات الرقميه وكانت تتنوع اشكال تخزينها زي ما احنا قلنا، وبتتعدد اماكن تواجدها زي ما احنا قلنا قبل كده، في عندنا في جهاز الكمبيوتر، سواء كان جهاز الكمبيوتر ده جهاز كمبيوتر عادي او لابتوب او تابلت، او بيتم تخزين المعلومات على اللي هو القرص الصلب اللي هي الهارد درايف، او عباره عن بعض الاسطوانات اللي بيتم تخزين البيانات والمعلومات، والى ما كانت بقى انواع اجهزه الذاكره والتخزين اللي هي متناهيه في الصغر زي الفلاش ميموري والهارد درايف اللي هو اكسترنال هارد درايف اللي هو عباره عن اللي هو اللي بيخزن عليه المعلومات خارج الكمبيوتر العادي. وكان عندنا برضه شبكه المعلومات برضه بيتم تخزين برضه بعض البيانات والمعلومات عن طريق اللي هو الكلاود درايف، بعض الشبكات او بعض المواقع بيتم تحميل بعض البيانات عليها ويتم حفظها وتخزينها، وكان بيسهل استرجاع البيانات والمعلومات من اي مكان زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. وكان في عندنا برضه صعوبات بتتعلق بمصدر الداتا نفسه، زي ما احنا قلنا في وحده تخزين البيانات عندنا في الهارد درايف طبعا كان في عندنا بعض الصعوبات اللي بتصور اذا تم تخزين البيانات دي في الذاكره المتلاشيه مثلا. تمام؟ فكان بعض البيانات المخزنه دي بتتلاشى ولا يمكن استخلاص الدليل منها عن طريق خبراء الادله الرقميه زي ما احنا قلنا، على اساس برضه ان كان بيتم الكتاب على البيانات دي وبيتم فحصها، وعلى اساس ان انا كمحقق او خبير ادله جنائيه ما اقدرش اتحصل على الدليل دوت اذا تم طمسه او الكتابه عليه. تمام؟ وده طبعا من بعض الصعوبات اللي كان بيواجهها الخبراء والمحققين في الحصول على المعلومات من المخزنه على الذاكره اللي هي المتلاشي طبعا اذا
تم الكتابة على بعض البيانات، وفي الحالة دي بيبقى من الصعوبة إن تحصل على الدليل. كان عندنا برضو ضمن الصعوبات التخزين في خوادم خارجية، زي ما احنا قلنا إن في بعض المواقع بيتم على أساسها نقل البيانات أو المعلومات دي وحفظها، ويمكن استرجاعها في أي وقت أو أي مكان. فكان عندنا من البيانات المخزنة اللي هي بتكون مخزنة في خوادم خارجية، فكان في صعوبات فنية بتتعلق بالحصول على الدليل الإلكتروني، لأن طبعا في عندنا بعض المواقع دي بتبقى مثلا موجودة في خوادم خارجية، وكان من الصعب الحصول على الاي بي، لأن طبعا بتبقى لها باسورد معين، وبتبقى في دول خارج حدود الدولة اللي تم وقوع الجريمة أو تم اختراق جهاز الكمبيوتر أو التليفون المحمول، وبتتعدى حدود اختصاص الشخص المحقق نفسه. وكان هناك بعض الصعوبات القانونية زي ما احنا قلنا بتتعلق باختصاص القانون ذات نفسه والاختصاص القضائي. في امتى يعني في سؤال كان بيصور ما هو القانون اللي بالتطبيق، وما هو القضاء المختص بمعاقبة المجرم المعلوماتي. وكان عندنا زي ما احنا قلنا بعض القيود القانونية بتتعلق بالاتفاقات الدولية، على اساس في الحالة دي بيبقى في عندنا يجب ان احنا نحترم خصوصيات سرية بيانات المستخدم بالمساحات التخزينية اللي هي على الكلاود درايف، دي زي موقع مثلا الميجا درايف او الجوجل درايف مثلا، اقدر اخزن عليه بعض البيانات او المعلومات واقدر ارجعها. وفي الحاله دي ان انا بحافظ على المساحه التخزينيه الموجوده عندي على جهاز الكمبيوتر، واقدر استرجع المعلومات دي او البيانات دي او الملفات بمعنى اصح في اي وقت وفي اي مكان. تمام. وكان في عندنا صعوبات برضه بتتعلق بالدليل المستخلص من شبكات المعلومات ذات نفسها عن طريق الشبكه المعلومات الالكترونيه، زي ما احنا قلنا ان على اساس انا بحصل على الدليل الالكتروني من سواء كان من جهاز رقمي زي الكمبيوتر العادي او الهاتف المحمول او حتى الكاميرات الرقميه. وفي الحاله دي يمكن برضه ان انا استخلص الدليل من شبكات المعلومات اللي هي العنكبوتيه، وكانت البيانات المخزنه في الجهاز الرقمي لازم انها تتصل بالبقاء والاستمرار على اساس ان اقدر اتحصل عليها ويكون استرجاع المعلومات دي بطريقه سهله وميسره. وزي ما احنا عارفين ان الدليل الرقمي ان انا عشان استخلصه من شبكه المعلومات دي بيكون معرض للزوال وسريع يعني التلف لحد كبير يعني. زي ما احنا قلنا طبعا بيتم الحصول على المعلومات دي من شبكه المعلومات عن طريق الاسلاك اللي هي سواء كانت الكترونيه او غير الكترونيه طبعا. وكان في عندنا بعض المواقع والشبكات اللي العنكبوتيه ممكن يحصل فيها تعديل او تغيير، ففي الحاله دي ما اقدرش ان انا اتحصل على المعلومات او الدليل الالكتروني، لان بيتم تحديث بعض المواقع من حين لاخر. تمام. وكان عندنا بعض الصعوبات اللي هي بتصور على اساس استخلاص الدليل الرقمي من شبكه المعلومات، وده بيتم عن طريق موقع الدليل ذات نفسه يعني. تمام. على اساس برضه بيبقى في عندنا برضه بعض نقاط الاتصال اللي هي اللاسلكيه بخوادم الشبكه اللي هي الخارجيه، علشان اوصل للخوادم المركزيه بتكون الخوادم دي في دوله اخرى غير الدوله اللي بيتم انطلاق الموقع الالكتروني منها. وكان في صعوبات دي تتعلق باسباب سياسيه او تقنيه نفسها، على اساس ان ملفات التشغيل النظام طبعا للموقع ذات نفسه بتكون مصممه وبتحتوي على بعض الملفات وبيانات التعريف، وعندنا بعض اجهزه الشبكات زي ما احنا عارفين بتخزن عليها الدليل او ممكن ما تخزنش عليها الدليل حسب بقى الشركه وحسب شروط استخدام الموقع الالكتروني ذات نفسه، وبناء عليه بتكون الساعه التخزينيه لبعض المواقع محدوده. وبرضه بيكون بيانات التعريف برضه او نقل البيانات دي بيتم الاحتفاظ بها في سجلات للبيانات، وبرضه ممكن ان الشركه هي القائمه باستخدام الموقع ممكن تقوم بحفظ هذا الدليل او عدم حفظه لبعض الوقت، زي مثلا القانون المصري بيشترط مثلا تخزين بعض البيانات لمده معينه لمده 6 شهور. والكلام ده هنشوفه ان شاء الله في المباريات القادمه ان شاء الله باذن الله. وكان عندنا برضه التشفير زي ما احنا قلنا، التشفير ده عباره عن عمليه بتستهدف خلط المعلومات
على نحو يكون بمقدور شخص معين فك رموز وقراءة المعلومات دي. يعني طبعا لابد ان هو يبقى شخص خبير ومتخصص في فك شفرة موقع معين او بعض البرامج لتحليلها واستخراج الدليل الالكتروني ده. وكان عندنا برضو يعني بعض المجرمين او المجرم المعلومات بيقوم باخفاء المعلومات، زي ما احنا قلنا اذا قام شخص معين باختراق هاتف او كمبيوتر، والشخص اللي قام باختراق الكمبيوتر دوت او الهاتف المحمول في بعض الحالات بيقوم برضو يعني بترك اثر له، ويقوم برضو بتحميل بعض الملفات على الشخص او الكمبيوتر اللي تم الاعتداء عليه واختراقه. ولكن برضو بعض المجرمين اللي هم المحترفين بيقوموا باخفاء تلك الملفات مع طريق جهاز اللي هو تم اختراقه، وبناء عليه بيتم اخفاء المعلومات، وفي الحاله دي ما يتركش اثر القسم الأدلة الجنائية الرقمية لمعرفة عن إذا كان تم اختراق هذا الجهاز من عدمه. تمام؟ وكان في عندنا إخفاء برضه بعض البيانات في مساحة التخزين على قرص الصلب لبعض الأجهزة الرقمية، زي إخفاء بعض البيانات على مساحة التخزين على الجهاز المخترق. زي ما احنا قلنا في المثال دلوقتي إن بيقوم الشخص اللي هو المخترق لجهاز الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر او التليفون المحمول او اللي هو التابلت او اللابتوب، وبيقوم باخفاء البيانات دي من على الجهاز. وفي الحاله دي يصعب على الشخص المحقق او قسم الادله الجنائيه بمعرفه عن اذا تم اختراق هذا الجهاز من عدمه، وان انا ما اقدرش استخلص الدليل، لان طبعا في الحاله دي بيتم تلف البيانات. تمام؟ وعندنا برضو اهم جزئيه اللي هي مسح البيانات المتبقيه، يعني اذا قام شخص معين زي ما احنا قلنا باختراق جهاز رقمي زي الكمبيوتر بتاع الكمبيوتر العادي، او برضو الشخص اللي الهاكر دول بيقوم ببعض العمليات اللي هي غير مرئيه للشخص العادي على نظام التشغيل للجهاز اللي تم اختراقه، وبيقوم برضو بوضع بعض الملفات المؤقته، وجهازك نفسه بيسجل تاريخ دخول واختراق الشخص الهاكر دوت. وبناء على العمليات دي يمكن لقسم الادله الجنائيه معرفه الشخص الجاني عن طريق برضه قيامه بمسح بعض البيانات، وفي الحاله دي يصعب على قسم الادله الجنائيه الرقميه